بسم الله الرحمن الرحيم. سي دي بي، سيسكو، ديس كفري بروتوكول. تمام. ايه البروتوكول ده بقى؟ اول ملحوظه في البروتوكول ده ان هو سيسكو بروبايتاري. تاني ملحوظه فيه ان هو شغال لير 2 بروتوكول. بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي حاجه اسمها نيبر ديس كفري. نفس الكلمه كلمه بقى، سيسكو بروبايتاري يعني ايه؟ يعني ملكيه خاصه بسيسكو، يعني يشتغل بس على الاجهزه بتاعه سيسكو، راوتر سيسكو، سويتش سيسكو، اي بي فون سيسكو، فاير وول سيسكو، الاجهزه بس بتاعه سيسكو. تمام. وللدقه سيسكو اصلا بعت اللايسنس بتاعته لبعض الشركات، زي على سبيل المثال شركه اتش بي. تمام. فلو اتش بي هتلاقيها برده شغاله ايه؟ سي دي بي. تمام. طيب البروتوكول ده عندي شغال في لير 2، هنفهم دلوقتي يعني ايه لير 2 باذن الله. والبروتوكول ده بيعمل لي نيبر ديسكفري. يعني ايه نيبر ديسكفري؟ يعني بيستكشف مين هم النيبرز اللي حواليا، بيستكشف ايه؟ مين النيبرز اللي حواليا. بمعنى ايه؟ تعالوا نعمل لاب بسيط جدا كده. تمام. هفترض ان انا عندي تو راوترز متوصلين هنا على تو سويتشز، وبعد كده بعد التو سويتشز هحط هنا جهازين كمبيوتر. تمام. هفترض ان الجهاز الاولاني ده بي سي 1، بي سي 1، وده جهاز بي سي 2. هفترض ان ده سويتش 1، ار 1، ار 2، سويتش 2. تمام. دلوقتي كل راوتر من او كل ديفايس سيسكو من اللي قدامكم دول، كل 60 ثانيه باي ديفولت بيبعت مسج للي حواليه كده، للاجهزه اللي حواليه اللي هي الدايركت كونكت اللي حواليه، يقول لهم انا موجود، انا الايف. تمام. يبقى مثلا ار 1 كل 60 ثانيه هيبعت لار 2 وهيبعت لسويتش 1 يقول لهم انا موجود، وكمان هيشوفهم كجيران ليه. تمام. يبقى نيبر ديسكفري معناه ان كل جهاز من الاجهزه اللي قدامكم دي بيشوف لسته من كل اجهزه سيسكو اللي حواليه، بس بشرط تكون دايركت كونكتد. قلنا دايركت كونكتد يعني ايه؟ لازقه فيه. فلو جيت على ار 1 وقلت له مين هم جيرانك، هيجيب لي مين؟ سويتش 1 وار 2. طب لو جيت على سويتش 1 وقلت له مين جيرانك، هيجيب لي سويتش 1. هيجيب لي ار 1 بس. ليه يا محمود؟ مش انا لسه قايله ان البروتوكول ده سيسكو بروبايتاري، ملكيه خاصه بسيسكو. البي سي ده حاجه جينيريك، حاجه عامه. هو ده بتاع سيسكو، دي حاجه جينيريك، فمش هيجيبه. تمام. طب لو جيت على ار 2 هيجيب لي مين جيراني؟ ار 1 وسويتش 2. على سويتش 2 هيجيب ار 2 بس. وضحت الفكره؟ تعالوا نقوم الكلام ده بقى كده. تعالوا نسحب بقى دلوقتي كده راوتر موديل 15.5 اللي هو الاي او يو راوتر، وكمان شويه في اخر اليوم ان شاء الله هقول لكم اشمعنى ده بالذات اللي انا عايزاكم تشتغلوا عليه اللاب ده. هسحب ادي ار 1، الثاني هنغير بس اساميهم، واسحب تو سويتشز هشتغل على لير تو سويتش اللي هو الاولد، الاي او اس القديم اللي هو كان 15.1. ادي سويتش الثاني، نغير بس الاسامي كده، تشينج او كاستم تشينج هوست نيم، اسمي ده مثلا ار 1 واسمي ده ار 2، هسمي السويتش ده سويتش 1 واسمي ده سويتش 2. تمام. عايزه دلوقتي اسحب جهازين كمبيوتر. طبعا انا علمتكم قبل كده ازاي ان انا بسحب كلاود، والكلاود دي بربطها بكارت الشبكه بتاعي، صح؟ بس انا دلوقتي عايزه جهازين كمبيوتر، اكاري اثنين كلاود وكل واحده تشاور على لوب باك انترفيس مثلا. طب افرض ان انا حتى قدام عايزه ابندج ما بين الجهازين، ما هي سي ام دي واحده للجهاز، صح؟ علشان كده في هنا بقى، لو ضغطت على الايكون دي، احنا اتعاملنا قبل كده مع الكلاود، في حاجه ثانيه اسمها فيرتشوال بي سي. ايه الفيرتشوال بي سي؟ انا قلت لكم قبل كده ان الكورس بتاعنا كبير، ان انا عايزه اتعلم فيه ان انا ابيلد الانفراستراكشر. انا مش ناوي او سيرفيسز ولا سيرفرات هنا، فانا محتاجه ايه؟ جهاز كمبيوتر اتست عليه. محتاجه ايه من على جهاز الكمبيوتر؟ البنج، ولا محتاجه حاجه ثانيه؟ هو البنج بس. تمام. مش محتاجه اكتر من كده. جيرمي بقى اللي عمل البرنامج ده وجب معانا، قام عامل لي فيرتشوال بي سي، هي شاشه دوس بس مش اكتر، فيها امر بنج وكم امر كده، حاجه بسيطه. ما انا مش عايزه اكتر من كده، مش عايزه جهاز بكامل امكانياته ويبقى فيه رولز واضيف رولز وسط برامج جوه، مش عايزه غير البنج بس. تمام. فهسحب دلوقتي فيرتشوال بي سي 1 تمام، وبي سي 2، ونربط بقى الانترفيس دي ببعضيها. تمام. هفترض ان انا وصلت هنا اسر 0. السويتش ده طبعا انا قلت لكم ان سيسكو عامله الاي او يو ده كحاجه تعليميه، وعشان كده كل الانترفيسز اللي عليه بتبقى ايثرنت. تمام. فوصل له اسر 0 اوفر 0، اسر 0 اوفر 1
بإسر 0 أوفر 0 إسر 0 أوفر 1 بإسر 0 أوفر 0 وده مثلا إسر 0 أوفر 1 بكارت الشبكة هنا. نصر بس كده الانترفيسز عشان مش نتلخبط واحنا شغالين. يبقى ده تاني انا موصلاه هنا ايه؟ اسر 0 اوفر 0 ده اسر 0 اوفر 1 ده اسر 0 اوفر 1 وده برضو اسر 0 اوفر 0 وده اسر 0 اوفر 1. تمام؟ نقوم بقى التوبولوجي ده كده ولغايه ما يقوم بقى البروتوكول بتاع السي دي بي. فكرته ايه؟ ان انا دلوقتي لو جيت على ار 1 على سبيل المثال، اول حاجه بس محتاجه ان انا افعلها على الراوتر ان انا اعمل نو شوت داون للانترفيسز. اعمل ايه؟ نو شوت داون للانترفيسز عشان الراوتر بس يلاقي فرصته ان هو يبعت سي دي بي مسجز لكل اللي حواليه، لجيرانه اللي هم الدايركت كونكتد. لان احنا قلنا قبل كده ان سيسكو الراوترز بتاعتها كلها الانترفيسز بتبقى ديسيبلد باي ديفولت، لكن السويتشز الانترفيسز بتبقى انيبلد باي ديفولت. فانا على السويتشز اللي انا حطها دي انا مش محتاجه اعمل فيها حاجه، انما الراوترز محتاجه نو شت داون. تمام؟ طبعا الصح ان الانترفيس او الشبكه اللي قدامكم دي احط عليها اي بي هات. انا هتعمد دلوقتي ان انا مش احط اي اي بي هات نهائي عشان بس اكد لكم ان البروتوكول ده هيجيب لي لسته من كل جراني، رغم ان انا اصلا مش حاطه اي بي هات لانه شغال في لاير 2 والاي بي لاير 3. يبقى انا مش محتاجه اي بي هات، مش محتاجه لاير 3 في حاجه، هيجيب لي اصلا جراني في لاير 2. واضحة؟ تعالوا نعمل الكلام ده كده. هاجي دلوقتي نكونكت على الديفايسز. تمام؟ مش محتاجة بي سي 1 ولا بي سي 2. يبقى هاجي دلوقتي على التو راوترز. تحت الانترفيس اسر 0 اوفر 0 هقول له نو شت داون، والانترفيس الثاني اسر 0 اوفر 1 هقول له نو شت داون. والناحية الثانية ار 2 نفس الكلام. نو شات داون، والانترفيس اسر 0 اوفر 1 نو شات داون. تمام؟ طيب المفترض ان انا قلت لكم هنا تاني ان الراوتر كل 60 ثانيه باي ديفولت هيبعت مسج لكل كل اللي حواليه يقول لهم انا موجود انا الايف. طب افرض دلوقتي لاي سبب من الاسباب ار 1 بطل يبعت سي دي بي مسج من الانترفيس ده، ار 2 اللي هو جاره هيعتبره داون على طول ولا يتقل عليه شويه؟ يصبر عليه شويه، يصبر شويه، صح؟ هيصبر فتره بنسميها هولد تايم، فتره اسمها ايه يا شباب؟ هولد تايم، اللي هي قيمتها قد ايه باي ديفولت؟ 180 ثانيه، قيمتها قد ايه؟ 180 ثانيه، تمام؟ تعالوا نشوف بقى الكلام ده كده. لو انا جيت دلوقتي على ار 1 اول امر هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله شو سي دي بي، بس كده. بيوريني معلومات عامه عن البروتوكول ده، يعني على سبيل المثال بيقول لي ان السي دي بي مسج بتتبعت كل 60 ثانية والهولد تايم بتاعها 180 ثانية. لو جاري بطل يبعت لي سي دي بي مسج هصبر عليه قد ايه؟ وبيقول لي ان انا شغالة فيرجن 2. شغالة فيرجن ايه؟ 2. لان كان في فيرجن اقدم منه فيرجن 1، بس فيرجن 1 يعني كان بيجيب معلومات عن جيراني اقل. تمام؟ تاني امر هنشوفه دلوقتي مع بعض ان شاء الله شو سي دي بي نيبرز. شو سي دي بي ايه؟ نيبرز. لو قلت له انتر قال لي ان اول جار لقى اللي هو سويتش 1 وتاني جار ار 2، مش هما دول سويتش 1 وار 2؟ تمام؟ يبقى معنى كده ان الديفايس اي دي ده عباره عن ايه؟ الهوست نيم بتاع جاري. ده عباره عن ايه يا شباب؟ الهوست نيم بتاع جاري. يعني مثلا لو انا مسمياه لندن برانش زجاج يونيفرستي مثلا، هيجيب لي هنا ايه؟ الهوست نيم اللي انا حطاه على جاري. تمام؟ اللوكال انترفيس، ايه اللوكال انترفيس ده بقى؟ اسم الانترفيس اللي عندي انا اللي شايفه بيه جوري. مثلا انا شايفه دلوقتي سويتش 1 من خلال انهي انترفيس عندي انا؟ اسر 0 على 0. على عكس بورت اي دي، بورت اي دي معناه اسم الانترفيس اللي انا شايفه بيه جوري بس من ناحيته هو. اسم الانترفيس ايه؟ اللي شايفه بيه جوري بس من ناحيته هو. فعلا من ناحيته هو انا ربطاه باسر 0 اوفر 1. هنا بالنسبه للار 2 من ناحيتي انا اسر 0 اوفر 1 ومن ناحيته هو اهي، من ناحيتي انا اسر 0 اوفر 1 ومن ناحيته هو اسر 0 على 0. تمام؟ سيبك من الهولد تايم دلوقتي. الكابابيلتي، ايه الكابابيلتي ده؟ انا لسه قايل لك ان الديفايس اي دي ده عباره عن ايه؟ الهوست نيم بتاع جاري. افرض ان مثلا الجاري ده كان اسمه برانش 1، اسمه هيد كوارتر راوتر مثلا، انا مش هعرفني نوع الجهاز ده ايه؟ صح؟ فمن الكابابيلتي بعرف، يعني حرف الار الكابابيلتي كود فوق معناه؟ راوتر. لو لقيت حرف الاس يبقى سويتش.
تمام. طيب لو لقيت حرف الاتش هوست، مش انا لسه قايله ان البروتوكول ده شغال بس على اجهزه سيسكو؟ تمام، سيسكو بتصنع سيرفرات، فلو كان دلوقتي البورت ده متوصل بسيرفر كان هيصار لي حرف الاتش. تمام، طبعا ده عباره عن سويتش، كان المفترض يصار لي حرف الاس بس، مش كده؟ في موديلات من السويتشز باذن الله هنتكلم عنها في الكورس قدام في الثلث الاخراني كده من الكورس، هنكتشف ساعتها ان هي عندها القدره برضو ان هي تشتغل كانها راوتر، وعشان كده ظهر لي هنا حرف الاس وظهر لي حرف الاور. لكن مثلا لو انا عامله الكلام ده على سويتش زي 2960 اللي قدامكم ده كده، لا المكتب ده كان هيظهر لي حرف الاس بس. فده على حسب قدره السويتش، نوع السويتش، الموديل بتاع السويتش. تمام؟ طيب بالنسبه للار 2، ار 2 ده عباره عن ايه؟ راوتر. تمام؟ طيب البلاتفورم، ايه البلاتفورم ده بقى؟ هفترض ان انا دلوقتي كنت ساحبه سويتش موديل مثلا 2960، هيظهر لي هنا 2960. موديل مثلا راوتر سيريس 2900، هيظهر لي هنا ان هو تبع سيريس 2900، فبيظهر لي هنا في البلاتفورم الموديل ايه هو؟ طبعا نظرا لان انا شغال على اي يو ديفايسز فظهر هنا لينكس، مش احنا اتفقنا ان اي يو ده اختصار اي او اس اون يونكس؟ يعني معنى كده ان انا عملت امبورت للنسخه دي جوه لينكس اوبريتنج سيستم، وعشان كده ظهر هنا لينكس. ها؟ واضحه كده؟ طيب نرجع تاني بقى للهولد تايم، انا لسه قايله ان الهولد تايم قيمته قد ايه؟ 180 ثانية، تمام؟ طيب تاني كده ركزوا بقى على الرقم اللي هو 138 ده. 134 31 24 120 بقى كام؟ اترس التاني ابتداء من 180، أخدتوا بالكم؟ بصوا بقى هنا معايا. التايمر والهولد تايم ده قلنا تاني قيمته كام؟ 180. عدوا بقى كده 180 179 لغاية 120. معايا محمود؟ من 180 لغاية 120 عدى كام ثانية؟ 60. المفترض ساعتها تدي لي سي دي بي مسج ولا لأ؟ أول ما تجيب لي سي دي بي مسج هلاقي التايمر ده اترست التاني ابتداء من 180، اترست ابتداء من كام؟ 180. معنى كده ان في حاله الاستابيليتي لو الدنيا عندي ستيبل المفترض ان الرقم ده عمره ما يقل عن 120، لو قل عن 120 ده معناه ان انا بدات افقد اتصالي بجاري ببروتوكول السي دي بي، لان ممكن قوي على فكره يكون الشبكه مش بتوعها، ممكن اكون انا كادمن اللي عملت ديسيبل لبروتوكول السي دي بي، ممكن انا كادمن اللي عامله ايه يا شباب؟ ديسيبل للبروتوكول ده. واضح لغايه دلوقتي؟ تمام. الامر اللي بعديه، لو قلت له دلوقتي شو سي بي نيبر ديتيل هيجيب لي معلومات ازيد، يعني على سبيل المثال اول حاجه بيقول لي ديفايس اي دي اللي هو الهوست نيم بتاع جاري، الانتري ادرس معناه الاي بي بتاع جاري ده ايه؟ قال لا مش انا لسه قايله ان البروتوكول ده شغال لير 2 وعنده القدره ان هو يفهم لير 3، يعني جاري ده لو عليه اي بي هيجيب، هوريكم الكلام ده دلوقتي ان شاء الله. تمام؟ البلاتفورم، الكابابيلتي، الانترفيس اللي عندي انا، الانترفيس اللي عنده هو، الهولد تايم، الفيرجن بتاع الاي او اس، تمام؟ فيرجن كام؟ والموديل ايه هو؟ وايه تاني هنا؟ حاجه اسمها بي تي بي ونيتف فيلان والكلام ده لسه مش اخدناه، بس برضه المهم انه جايب لي معلومات ايه؟ اكتر، ديتيلز اكتر، تمام؟ الدوبلكس اللي احنا شغالين بيه، هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس؟ ولو نزلت تحت نفس المعلومات بس على مين؟ على جاري تاني اللي هو ار 2. يبقى جاب لي برضو نفس المعلومات بس ايه؟ في صوره ديتيلد شويه. تمام؟ هي لو انا قلت له برضو شو سي دي بي انتري وريني معلومات عن جاري اللي هو ار 2 بس، يبقى الامر ده هيديني كوبي وبيست من المعلومات اللي فاتت، بس انا كده مركزه على جار واحد بس. وبي فيري كيرفول، الهوست نيم كيس سنسيتيف، يعني لو قلت له دلوقتي ار 2 سمول مش هيجيب حاجه، لان جاري اسمه ار 2 كابيتال، كابيتال ليترز. واضحه؟ تعالوا بس هاجي هنا دلوقتي ما بين ار 1 وما بين ار 2 هحط هنا اي بي هات سي مثلا عشرات اوفر 30، تمام؟ عشان اكد لكم فعلا ان هو عنده كمان القدره ان هو يجيب معلومات لير 3، تمام؟ فهنزل تحت انترفيس ايسر 0 اوفر 1 على ار 1 واديله اي بي ادرس، تمام؟ واجي عند ار 2 اسر 0 اوفر 0 هديله اي بي ادرس، تمام؟ لو جيت دلوقتي هنا بقى على ار 1 وقلت له وريني كده معلومات عن جاري اللي هو ار
اتنين. ايه ده؟ ده لسه مش جاب حاجة. طب نجرب تاني كده. لسه مش جاب حاجة. اتقل عليه شوية. ما انا عارفة ان السي دي بي مسج بتتبعت كل 60 ثانية. ممكن قوي قوي ان اصلا يا دوبك الراوتر بعت الابديت من هنا وبعديه على طول انا حطيت الاي بي. كبيرك هتصبر قد ايه؟ 60 ثانية. كبيرك هتصبر قد ايه يا شباب؟ 60 ثانية. يا مسهل الحيل. والله امبارح حتى ما لحقت اقول لهم حاسه المعلومه دي، مجرد ما حطيته الاي بي ظهر. نور يا فاروق. ظهر اهو. تمام؟ ظهر الاي بي بتاع جوري. فقلنا تاني ماكسيمم هتصبر قد ايه؟ 60 ثانيه. تمام؟ طيب بروتوكول السي دي بي اعمل بيه ايه؟ ليه استخدامات كتير. اول استخدام ترابل شوتنج. بمعنى ايه؟ دلوقتي ار 1 وار 2 مثلا هفترض ان انا عماله احاول ان انا ابندج ما بينهم، مفيش كونكتيفيتي. ما في اسباب كتير، ممكن اكون انا منشفه دماغي ان انا عندي مشكله في الاي بي. تمام؟ طب ما انا انزل لير تحت، مش جايز المشكله عندي مش لير 3 اصلا، ممكن تكون المشكله عندي في لير 2. فاقول له الاول شو سي دي بي نيبرز، اتاكد شايف في لير 2 اصلا ولا لا، لان لو مش شايفه في لير 2 لير 3 قلنا مش هتشتغل ولا اي لير فوقيها هتشتغل. ممكن بقى المشكله تكون في لير 2 او مشكله فيزيكال. تمام؟ يبقى اول استخدام ليه ايه تاني؟ ترابل شوتنج. تاني حاجه في الشركات الكبيره انا ممكن دلوقتي ان انا استخدم بروتوكول السي دي بي عشان ارسم التوبولوجي. بمعنى عندي مجموعه كبيره بقى من الاجهزه، راوتر، سويتشز، مش عارفه ايه، كونكتد ببعض. تمام؟ فانا ممكن اعمل ايه؟ ادخل على ار 1 اقول له شو سي دي بي نيبرز وابدا ارسم بقى ار 1 كونكتد بالجهاز اللي اسمه كذا من خلال انترفيس عندي انا كذا من خلال الانترفيس اللي عنده هو كذا. وبعد كده هتلت من ار 1 مثلا على ار 2. اول ما تلت على ار 2 اكتب برده شو سي دي بي نيبرز هيعرفني مين هم جيراني. وهتلت بعديها من ار 2 على سويتش 2 واقول له برده شو سي دي بي نيبرز. يبقى كل جهاز اقول له شو سي دي بي نيبرز اعرف مين جهاز جيراني، وبعد كده اتلت على اللي بعديه انس اون. يبقى انا كده هرسم التوبولوجي كله ولا لا؟ تمام؟ مش بس كده، بروتوكول السي دي بي له استخدامات مهمه جدا. مثلا من ضمن استخداماته هفترض دلوقتي ان السويتش ده متوصل عليه اي بي فون. فاكرين الاي بي فون؟ تليفونات سيسكو. تمام؟ الاي بي فون بيحتاج كونفيجريشن، للدقه بيحتاج اي بي هياخده من الدي اتش سي بي سيرفر، وبيحتاج يعرف معلومه كده اصلا معينه بدل ما انت تعملها اصلا هتخلي السويتش هو اللي يبعت له المعلومه دي. حاجه كده اسمها في لان هنتكلم عنها قدام باذن الله. بصفه عامه الاي بي فون محتاج كونفيجريشن يجي له منين؟ من السويتش. تمام؟ فانت ممكن تخلي دلوقتي السويتش يبعت الكونفيجريشن للاي بي فون ده متحمله على السي دي بي مسج. تاني ممكن تخلي ايه؟ السويتش يبعت ايه؟ المعلومه اللي هو الكونفيجريشن دي يبعتها للاي بي فون متحمله على السي دي بي مسج. مش بس كده، الاي بي فون علشان يشتغل اصلا عن طريق تكنولوجي البي او اي الباور اوفر ايثرنت محتاج فولتج. محتاج فولت ولا لا؟ تمام؟ طيب مش كل التليفونات زي بعض. بمعنى في تليفونات بتحتاج فولت قليل وفي تليفونات بتحتاج وات او فولت اكبر علشان اصلا عليه سيرفيسز اكتر، عليه مثلا فيديو، يعني فيديو فويس اوفر اي بي، وعليه كمان فيديو كونفرنس. فمش كل التليفونات زي بعض، فالمفترض اصلا ان هم بيعملوا نيجوشيشن مع بعض علشان دلوقتي سويتش يعرف حجم الفولتج اللي محتاج او حجم الوات اللي محتاجه الاي بي فون. تمام؟ هيعرف ازاي؟ عن طريق برضه بروتوكول شغال ما بينهم اوريدي اللي هو السي دي بي. شفتوا ليه استخدامات مهمه ازاي؟ مش كده بس، طول ما احنا ماشيين هنشوف ليه استخدامات ثانيه باذن الله. تمام؟ يبقى هو مهم قوي ولا لا؟ وفي نفس الوقت خطر جدا. ليه؟ ابسط حاجه مثلا الانترفيس ده دلوقتي انا بفترض ان ار 1 وار 2 دلوقتي كونكتد في الوان. تمام؟ الانترفيس ده ممكن اي مان ان ذا ميدل يعمل كابتشر للترافيك في الوان. شفتوا كميه المعلومات اللي اتحملت على السي دي بي مسج قد ايه؟ الموديل واسم الانترفيس اللي عندي واسم الانترفيس اللي عنده والفيرجن بتاع الاي اس، شفتوا كميه معلومات قد ايه؟ فاي مان ان ذا ميدل على سبيل المثال ببرامج زي الواير شارك هيجمع المعلومات دي كلها. فين السكيورتي؟ وعشان كده انا بفضل ان اي انترفيس رابطني بالوان اعمل ديسيبل للبروتوكول بتاع السي دي بي عليه. لان خدوا بالكم السي دي بي كان دلوقتي انيبل باي ديفولت، هو انا شغلته؟ ده كان انيبل باي ديفولت صح؟ يبقى تاني انا عن نفسي افضل ان اي انترفيس رابطني بالوان اعمل ديسيبل للسي دي بي عليه.
اصلا في بعض انواع من الوان تكنولوجي مجرد ما بشغلها هي لوحدها كنوع من السكيورتي بتعمل ديس ايبل للسي دي بي. مش كله، في انواع معينه من الوان تكنولوجي بتعمل هي لوحدها ايه ديس ايبل للسي دي بي كنوع من السكيورتي. تمام. حاجه كمان، كان مره اصلا بعمل سيرش كده على جوجل، وقع تحت ايدي برنامج سطبته على كاس الكمبيوتر. هو مش خلى الجهاز يذيع نفسه اللي هو سيسكو، لكن في نفس الوقت كان عنده القدره انه يعرف مين هي اجهزه سيسكو اللي حواليه. كان عنده القدره ايه؟ انه يعرف مين هي اجهزه سيسكو اللي حواليه. تمام؟ فلو انا دلوقتي جيت على البي سي ده جهاز موظف وكان نازل البرنامج ده، يعرف ليه معلومات عن سيسكو ديفايسز اللي حواليه. يعرف ليه معلومات عن السويتش ده. صح؟ عشان كده برضو انا بفضل اني اعمل ديسيبل للبروتوكول بتاع السي دي بي على اي انترفيس على السويتش رابطني بكاس كمبيوتر، لكن اي بي فون محتاجاه. تمام؟ يبقى انا افضل ان اعمل له ديسيبل على البوينتس اللي انا معلمه عليها بالاحمر دي. وضحت كده؟ طيب تعالوا نجرب بقى نتست على ار واحد. ممكن ان انت تعمل ديسيبل للبروتوكول جلوبالي على مستوى الراوتر. يعني ايه جلوبالي على مستوى الراوتر؟ يعني لو قلت دلوقتي للراوتر بطل تذيع المسج بتاعت السي دي بي، لا ار 2 هيشوفه ولا سويتش 1 هيشوفه. صح؟ تعالوا نجرب ده كده. لو جيت هنا على ار 1 تحت الكونفجريشن مود، طبعا انت عايز توقفه جلوبالي، يبقى في انهي مود؟ في الكونفجريشن مود. هتقول له نو سي دي بي ران. هتقول له ايه يا شباب؟ نو سي دي بي ران. لو جيت دلوقتي هنا على ار 2 وقلت له شو سي دي بي نيبرز، ايه ده انا لسه شايفه ار 1 بس. لان التايمر بتاعي لسه مش نزل عن 120. تمام؟ نصبر كده لغايه ما يقل على او يوصل لغايه 120. لو وصل ل 120 يبقى انا فعلا فقدت اتصالي بجاري ده، وده مش معناه ان الشبكه بتقع، انا اللي بايدي عامله ديسيبل للبروتوكول. تمام؟ رجع تاني ايه يا ولا؟ اهي اهي ايه يا فاروق؟ ما انا عارفه ان انت بصيت على فوق. على الاقل احنا بنرغي في حاجه مفيده مش رغيك انت. ها؟ قال عن كام؟ عن 120. تمام؟ طبعا لو استمرت الفتره دي هلاقي السطر ده كله هيتمسح. لو انت مستعجل بقى تعمل ايه؟ ممكن اقول له كلير سي دي بي تيبل. كلير ايه؟ سي دي بي تيبل. لو قلت له المره دي شو سي دي بي نيبلز، تمام؟ اخدتوا بالكم ان هم اختفوا؟ اصبر بس شويه كده لغايه ما سويتش 2 يبدا ان هو يبعت السي دي بي مسج بتاعته. هلاقي دلوقتي ار 2 شايف سويتش 2 لكن مش هشوف ار 1. لغايه ما يقوم كده هاجي بس كده على سويتش 1. لو قلت له هو كمان شو سي دي بي نيبلز، المفترض ان هو مش هيشوف ار 1. مش احنا وقفناه جلوبالي؟ تعالوا نجرب كده. شو سي دي بي نيبل لازال شايفه بس التايمر شغال. ايوه قال عن 120. لو عدى ال 86 ثانيه دول هلاقي فعلا السطر ده هيختفي. نتاكد بس كده ان ار 2 رجع شاف تاني سويتش 2 ولا لا. رجع تاني شاف سويتش 2 مجرد ما بعت سي دي بي مسج اهو، لكن مش شاف ار 1. واضحه؟ نرجع تاني نشغل البروتوكول على ار 1. هشغله ازاي؟ مش انا وقفته بنو سي دي بي ران؟ يبقى شغله بسي دي بي ران. اصلا لو قلت له شو سي دي بي قال لي خلاص هو نوت انيبلد دلوقتي. تمام؟ طيب عايز اشغل دلوقتي البروتوكول، قلنا هقول له ايه؟ سي دي بي ران. لو جيت دلوقتي هنا على ار 2 وقلت له شو سي دي بي نيبرز تاني، رجع تاني شاف ار 1 ولا لا؟ طيب لو حبيت بقى دلوقتي ان انا اعمل له ديسيبل على الانترفيس، يبقى ها من اسمه كده هنزل تحت الانترفيس نفسه واعمل ديسيبل للبروتوكول. تاني علي، انا دلوقتي عايز اعمل ديسيبل للبروتوكول مش جلوبالي على الراوتر، انا عايز اعمل له ديسيبل على انترفيس معين، يبقى اعمل ايه؟ هتنزل تحت الانترفيس وتعمل ديسيبل للبروتوكول. تمام؟ ازاي؟ هاجي على ار 1 كده تحت الانترفيس اللي رابطني بالوان اللي هو في حالتي اس 0 اوفر 1 واقول له نو سي دي بي انيبل، واقول له ايه؟ نو سي دي بي انيبل. لو جيت دلوقتي على ار 2 وقلت له شو سي دي بي نيبلز، تمام؟ انا مش هستنى بقى زي المره اللي فاتت، مجرد ما قال لي عن 120 خلاص كده يبقى معنى كده ان انا فقدت اتصالي بجاري ده عن طريق بروتوكول السي دي بي. 122 ها 118. ولو رحت على سويتش 1 وقلت له شو سي دي بي نيبلز، هلاقي التايمر بيترست ابتداء من 180 وشغال عادي جدا. ليه تاني؟ انا عملت له ديسيبل على انترفيس معين. واضحه؟ طيب
لو انا جيت دلوقتي حبيت ان انا اغير التايمرز، تغير التايمرز ازاي؟ هقول له سي دي بي مسافه التايمر بتاعي بدل ما هو 60 هتقول له مثلا كذا، وبتتحسب بالسكند. بصفه عامه لو مفيش سبب قوي ان انت تغير الديفولت اوعى تغيره. طب افرض ان انت حبيت ان انت تغير الهولد تايم اللي كان قيمته باي ديفولت، ها 180، ممكن ان انا اقول له هنا الهولد تايم بتاعي وبرده تحطه بايه؟ بالسكند. واضحه كده؟ تمام. ايه رايكم في السي دي بي؟ ممتاز ولا لا؟ تمام. في مشكله واحده، ايه هي؟ اللي هو سيسكو بروبريتاري، ملكيه خاصه بسيسكو، وللدقه سيسكو بعد كده خلته ستاندرد. تمام. بس الفكره ان طلع بعديه بروتوكول تاني اسمه ال ال دي بي، لينك لاير ديسكفري بروتوكول. ايه بقى بروتوكول ال ال دي بي ده؟ بقى هو شبيه بالسي دي بي وبيجيب لي منهم مجراني، بس على يعني بيجيب لي تيلز اكتر، وبروتوكول اوبن ستاندرد يعني يشتغل على كل الفيندرز، شغال على سيسكو، شغال على جينيبر، شغال على هواوي، شغال حتى على مايكروسوفت، شغال على الكل اوبن ستاندرد. تمام. شويه فروق بقى. السي دي بي انيبلد باي ديفولت. السي دي بي ايه؟ هو انا دلوقتي فعلته ولا هو كان مفعل؟ انيبلد باي ديفولت، ما عدا على الفاير وولز بتاعت سيسكو بيبقى ديسيبلد باي ديفولت وانت اللي بتقومه. تمام. ال ال دي بي بيبقى ديسيبلد باي ديفولت، بيبقى ايه؟ ديسيبلد باي ديفولت. فرق كمان التايمرز بتاعت السي دي بي كانت كام؟ 60 على 180 الهيلو او التايمر. تمام. والهولد تايم بتاعه كان 60 على 180. هنا التايمرز بتاعت ال ال دي بي 30 على 120، بيبعت المسج كل 30 ثانيه وبيصبر على باره 120 ثانيه. تمام. ايه تاني؟ طيب اثناء الشرح كده نتكلم. السي بي كنا قلنا ان هو انيبلد باي ديفولت. تمام. ال ال دي بي ديسيبلد باي ديفولت، تشغله ازاي؟ وانت في الكونفيجريشن مود هتقول له ال ال دي بي مسافه رن. بالذمه في اسهل من كده؟ تعالى نفعله برده على الديفايس اللي قدامه عشان بس نلاقي جرين. هقول له هنا ال ال دي بي رن. هقول له ايه يا شباب؟ ال ال دي بي رن. تمام. لو جيت بقى المره دي قلت له شو ال ال دي بي، اول حاجه قال لي ان انا دلوقتي التايمر بتاعه 30 والهولد 120. تمام. طب لو قلت له شو ال ال دي بي نيبر، لا نيبر اهو اللي هو ار 2، من خلال انهي انترفيس عندي انا، من خلال انهي انترفيس عنده هو، نوع الجهاز ده ايه، الهولد تايم. للاسف هنا بقى الهولد تايم مش بينقص، هناك كان الهولد تايم بيقل، صح؟ هو المفترض في حاله الاستابيليتي التايمر ده عمره ما يقل عن 90، مش هي الهالو او المسج بتتبعت كل 30 ثانيه، يبقى من 120 ل 90 عدى 30، فلو كل حاجه ستيبل يترست الثاني ابتداء من 120. لو انت عايز بقى تشوف القيمه دي وصلت لكام فعلا، تقول له ديتيل. شو ال ال دي بي نيبرز ايه يا شباب؟ ديتيل. تمام؟ هلاقيه هنا بيديني كمان معلومات ازيد. السي دي بي بيديني معلومات ليميتد مقارنه بالمعلومات بتاعه ال ال دي بي. تمام؟ بيقول لي اللوكال انترفيس، الشاسي اي دي، البورت اللي عندي، البورت اللي عنده، الديسكربشن، السيستم نيم. تمام؟ وتحت هنا كده بيقول لي التايم ريميننج، ده الهولد تايم، عمره ما هيقل عن، ممكن نشوفه تاني كده. ايوه عمره ما هيقل عن 90، 196، 94، 90. ها اترست التاني ولا لا؟ وضحت؟ طيب فرق كمان بروتوكول ال ال دي بي اساسا ممكن ان انا اشغله تحت الانترفيس زي السي دي بي، بس السي دي بي لما بشغله او بوقفه بيبقى في الاتجاهين سند وريسيف، بيبقى في ايه؟ في الاتجاهين سند وريسيف. لكن بروتوكول ال ال دي بي ممكن ان انا اكستمايز اخليه يشتغل في اتجاه سند بس او ريسيف بس. تمام. يعني لو جيت دلوقتي على الراوتر ده على سبيل المثال ونزلت تحت الانترفيس اللي هو اس 0 اوفر 1 اللي رابطني بالوان، تمام، هقول له ال ال دي بي ممكن اشغله في حاله الترانسميت بس او اشغله في حاله الريسيف بس. تعالوا نيجي على الراوتر اللي قصاده ده كده واشغله هنا وهنا في اتجاه السند والريسيف ونشوف ايه الفرق. تحت الانترفيس اس 0 اوفر 0 ال ال دي بي في حاله الترانسميت وفي حاله الريسيف، والانترفيس الثاني برضه هشغله في حاله الترانسميت وفي حاله الريسيف. لو جيت دلوقتي بقى هنا على ار 1 وقلت له شو ال ال دي بي نيبرز،
تمام؟ لسه شايف جار ولا لا؟ تمام؟ بس زي ما اتفقنا انت ممكن تكستمايز تبعت معلومات لكن مش تستقبل، او تستقبل معلومات لكن مش تبعت. في اي اسئله في الجزء ده؟ في فرق كبير. ايه هو؟ ان المعلومات بتاعه بروتوكول ال ال دي بي كاستمايزبل اكتر بكتير من السي دي بي. هي السي دي ممكن اعمل لها كاستمايزيشن بس بطريقه عقيمه وغبيه شويه وليميتد جدا جدا. انما ال ال دي بي كاستمايزبل بطريقه محترمه جدا. بمعنى ايه؟ اولا المسجز او المعلومات اللي بتتنقل ما بين الراوترز اسمها تي ال في. اسمها ايه؟ تايب لينس فاليو. اسمها تايب لينس فاليو. فممكن ان انا اكستمايز تاني لو قلت له دلوقتي شو اسفه ديتيل، تمام، من ضمن المعلومات مثلا اللي بتتباعت السيستم نيم، انا مش عايزاه يزعلي السيستم نيم، عايزه ان انا اكستمايز مش اذيع السيستم نيم. تمام، ببساطه هتيجي تحت الكونفيجريشن مود وتقول له لو قلت له دلوقتي ال ال دي بي مسافه، بص لنا الامر ده تي ال في سيلكت. سيلكت معناه انت هتحدد تبعت معلومات ايه وتستقبل معلومات ايه. شايفين كاستمايزبل ازاي؟ ممكن مثلا تمنع السيستم كابابيلتي، ممكن تمنع المعلومه بتاعت السيستم ديسكريبشن. تعالوا نمنع السيستم نيم، فاقول له هنا سيستم نيم واجي في الاول اقول له نو، واجي على التو راوترز اللي هناك برضو او ار 2 اقول له برضو مش تبعت السيستم نيم كده. بقى لو جيت عند ار 1 وقلت له شو ال ال دي بي نيبر ديتيل، تمام، لسه شايف السيستم نيم اهو فتره الابديت بس الجديده، كده قال لي هنا ايه؟ لما عدى فتره ال 30 ثانيه قال لي ايه؟ نوت ادفرتايز، اتقل عليه بس 30 ثانيه على فتره الابديت الجديده، قال لي ايه؟ بالنسبه للمعلومه بتاعت السيستم نيم نوت ادفرتايز. حد وقع مني كده في حاجه؟ يبقى تاني ايه الفروق ما بين السي دي بي والال ال دي بي؟ اول فرق السي دي بي انيبلد باي ديفولت على اغلب الاجهزه، تمام، وعلى اغلب الانترفيسز، تمام. ال ال دي بي ديسيبلد باي ديفولت. التايمرز بتاعت السي دي بي 60 على 120، هنا 30 على 120، تمام. الفرق الثالث ان السي دي بي سيسكو بروبريتاري، ال ال دي بي ده بروتوكول ستاندرد، تمام. الفرق الرابع ان بالنسبه للسي دي بي لو شغلته تحت الانترفيس بيبقى في اتجاه سند وريسيف، لكن بالنسبه للال دي بي بيبقى لا ممكن تشغله في اتجاه ترانسميت بس او في اتجاه ريسيف بس بالنسبه للال دي بي. وطبعا بالنسبه للال دي بي المعلومات اللي جواه مور كاستمايزبل، يعني تقدر تكستمايز تبعت ايه وتستقبل ايه. تمام، في اي مشكله في الجزء ده؟ هنت بس بسيطه، تحت الانترفيس لو قلت له اسر 0 اوفر 1 مثلا وقلت له ال ال دي بي، تمام، وجيت تشوف ايه هو اللي مسموح ليك ان انت تبعته او تستقبله على مستوى الانترفيس، هتلاقي اللي مسموح ليك اللي هي عمليه النيجوشيشن بتاعه الباور. مش احنا اتفقنا ان من ضمن مميزات السي دي بي او ال ال دي بي ان هو بينيجوشيت حجم الوقت اللي محتاجه الجهاز اللي قدامه اللي شغال بتكنولوجي بي او اي، ممكن برضو ان انت تنيجوشيت الموضوع ده.